اسمعوا مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب أن أتعلم كل جديد ومفيد. سأحدثكم اليوم عن تعالوا معي لتعرفوا. الخل. الخل إنه سائل مائع، له رائحة وطعم لاذعان، لكنه مفيد لجسم الإنسان وصحته. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قائلا: نعم الإدام الخل. يستخرج الخل من عدة أنواع من الفواكه كالتفاح والعنب. أتذكرت، ومن التمر أيضا. يتركب الخل من الماء والبروتينات والسكريات، بالإضافة إلى الكثير من الأملاح المعدنية كالصوديوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. وهو يستعمل بشكل خارجي، أي يحسن لمعالجة الجروح والحروق فيمنع ظهور الفقاعات، وهو مفيد لمعالجة آلام الرأس والصداع المزمن وألم الأسنان. ونتناوله مع الطعام لدوره الفعال في تخفيف آلام التهاب المفاصل والأمعاء والتخلص من الدهون الزائدة. ويخفف الخل من ضغط الدم والكوليسترول وأعراض التسمم وأعراض الربو. وأخيراً له دور فعال في إزالة الحصى من المرارة. يستعمل الخل معقما، وهو مضاد للالتهاب أيضا. كما يستعمل مزيلا للبقع. والآن حان وقت معلومة حلا المفيدة، هيا بنا. أكثر أنواع الخل فائدة هو الخل المستخرج من التفاح. نقوم بغسل التفاح وتنشيفه، ثم نقطعه قطعا صغيرة. نرص القطع جيدا في زجاجة حتى لا يبقى هناك فراغ فيما بينها، ثم نحكم إغلاق الزجاجة ونضعها في مكان معتم، ونتركها لمدة لا تقل عن 40 يوما. جعل الله تعالى خل التفاح يحوي 19 من أصل 22 من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم. لكن الخل خال من الفيتامينات، ومع ذلك فخل التفاح له فوائد عديدة، من أهمها أنه يقوي الشعر ويساعد على التخلص من القشرة،
ويخفف أوجاع الرأس ويحمي من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وغيرها، ويزيد من نشاط الجسم ويقاوم الخمول. لهذا سأحاول أن أتناول بعضاً منه يومياً في طعامي. كل يوم أتعلم وأعمل بما تعلمته. اسمعوا نصيحتي، نصيحة حلا. إلى اللقاء. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام. أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام. أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام. غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام. أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام. أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا.